واحد، السلام عليكم. كنطلب من الله تكونوا تمام وصحة جيدة ولاباس عليكم. هذه واحد لاطارت ولا غاتو ولا كيك. بغيت نعطيكم بعض الأفكار باش تزينوه. بغيتو ديروه بعد خمسة الأشكال، بغيتو ديروه الطارت وفيها شكل واحد من هادو خمسة الأشكال. يعني مثلا هذيك اللي فيها النحلات تقدروا ديروا اون طارت فيها النحلات. المهم جمعت في حالة خمسة ديال لي طارت في طارت وحدة، باش مجرد باش انني نعطيكم افكار من التزيين. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تقولوا لي في الكومنتير واش كيعجبكم هذا النوع من الفيديوهات. وندوزو للطريقة.